اثبتي اثبتي صابون سخيف. هذا أنتم. سننظف الحديقة اليوم، وطبعا يحتاج هذا العمل إلى غراب محترف. ماذا كان ذلك؟ أبراكادابرا. ها؟ ريكو، انظر إلى صديقك. لا أستطيع، أنا مشغول. هذا مؤسف. هاي، هل أنهيت مهامك يا بني؟ لا، أنا أتأمل. ماذا؟ إنه يتدرب على تهدئة أعصابه والسيطرة عليها. مفهوم، بالجلوس ومراقبة الآخرين يعملون. هيا يا بني، أمامنا عمل كثير. ليس عدلاً، ألا يستحق المرء قسطاً من الراحة؟ بلى بالتأكيد، وداعاً. كارل، كن حذراً. كارل، أين أنا؟ هل أنت بخير؟ كارل، هل أذيت؟ ترى ما هذه المخلوقات الغريبة؟ لا، هيا بنا، سأحملك إلى المنزل. ولكن علي نقل جوز الهند وتنظيف الممرات، أستطيع السير وحدي. لا تقسو على قدمك يا كارل، سنتولى أمر كل شيء يا كارل، لا تقلق. أشعر بالنعاس من كثرة الحماس. انظروا إلى ما خلفوه وراءهم. لن نحصل على لقب أجمل مدينة في البلاد بهذه الطريقة. ألم يخبركم أحد بهذا؟ علينا ألا نترك ذرة غبار واحدة في الحديقة إذا أردنا الفوز. علي البدء من جديد. سأصبح قريباً أجمل محافظ في أجمل مدينة، أو ما رأيك في أفضل محافظ في أفضل مدينة يا بيكلر؟ أوليس وقعها أجمل؟ كما تشاء يا سيدي المحافظ. من الأفضل لمدير الحديقة وحيواناته ألا يفسد هذه الفرصة الذهبية. إذا فعلوا سألغي ميزانية أطعامهم. ولكن ما ذنب تلك الحيوانات المسكينة؟ لنضع جوز الهند خلف بيت القرود. إن جسدي منهك من كثرة النوم. انظر يا ريكو، إنها قارورة قديمة. أتساءل عما يوجد في داخلها. أنا في خدمتك أيها السيد ذو الخرطوم. سيد؟ أنا اسمي بيني، وهذا صديقي ريكو. هل أنت مارد حقيقي؟ بالطبع أنا حقيقي، وعلي أن أخدم الشخص الذي يحررني من القارورة. اسمي سلا دودل، ولا تخلط بين اسمي واسم عمي سلا دادل. أظن أنه يبحث عني في كل مكان الآن. أخبراني، أين أنا؟ في حديقة الحيوانات. ماذا تفعلان بهذه؟ تبدو كفرشات أسنان عملاقة. إنها مكنسة، ونستخدمها للتنظيف. التنظيف، إنه عمل ممل. ربما، لكن إذا نظفنا سنحصل على نقود للطعام.
اللعب أكثر متعة من التنظيف. والرقص أمتع. توقف توقف. سيصل المحافظ والطبيبة باكيتي من لجنة النظافة قريبا. شكرا جزيلا لزيارتك مدينة السلام الجميلة. إن يديك رطبتان أيها المحافظ، اغسلهما بعصير الليمون. نعم نعم، على الفور أيتها الطبيبة باكيتي. سيحضر لي معاوني على الفور صندوقا كاملا من الليمون، وليس لي وحدي بل لكل مواطن موجود في مدينة السلام. نعم حاضر سيدي المحافظ. وكم نقطة ستعطينا مدينة السلام سيدتي؟ سأعطيها 91 نقطة. 91 نقطة. أمامكم فرصة جيدة جدا للفوز بلقب أجمل مدينة في البلاد. هذا كرم طائل من قبلك، شكرا لك. ما هذا؟ دوني هذا يا آنسة، سيحصلون على 90 نقطة فقط. إذن 90 نقطة. لنرى الآن ماذا ستقدم لنا مدينة الربيع. ستعجبك كثيرا أيتها الطبيبة. وداعا أيها السيدان. وداعا. هيا هيا هيا. هذا يكفي. سمعا وطاعة يا سيدي ذو الخرطوم الكبير. أنت تحقق الأمنيات صحيح؟ بالتأكيد، كل ما تتمناه وبعض ما لا تتمناه أيضا. فمثلا أستطيع تحويل نفسي إلى أشياء. هذا مذهل. رائع. وهل تستطيع جعل الممرات نظيفة إذا تمنيت ذلك؟ حسناً، تحتاج إلى تعويذة، ولكن أخشى أنني لا أعرفها يا سيدي. لكن لماذا؟ لأنني لم أكن أنتبه للدروس في صفي. كنت أرقص أو أنام أو آكل أشياء شهية. ستحصل عليها لاحقاً كمكافأة. إذن علي أن أكنس الممرات من دون سحر. شكراً جزيلاً، نراك لاحقاً. يا له من صبي مجنون. يهمل واجباته كي يلهو. ولكن تعجبني قبعته، قد أبدو وسيماً بشيء كهذا. لنرى، مرة إلى اليسار ومرة إلى اليمين. نعم، ثم نلفها إلى الأعلى هكذا. هاي، من أطفأ النور؟ تفضل. اسمي هو سلاددل، مصدر أفضل جوز هند في العالم. هل أنا في المكان الصحيح مع محافظ مدينة الربيع الرائعة؟ نعم هذا صحيح سيد سلاداد، كيف أستطيع خدمتك؟ عندي سؤال واحد وحسب. هل وصلتكم شحنة من جوز الهند يا سيدي من مدينة الحرير مؤخرا؟ أجل. وأين هي؟ حسنا سأخبرك، نحن نستورد جوز الهند من أجل حديقة الحيوان. لما تسأل؟ هل هناك خطب ما في الشحنة؟ لا 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 لا، بل هناك احتمال أن يكون شيء ما قد انزلق فيها عندما كان ابن أخي الصغير يعبئها في الصناديق. بيكلار، ما الأمر؟ تريد تنظيف النوافذ، ممتاز. لنعد إلى حديثنا يا أين اختفيت يا سيد سلاداديل؟ بيب 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 بيب
أعتذر أيها السيد، عد إلى هنا، إنه لا يصغي أبداً. لدي ابن أخ في العمر نفسه وهو يسبب المتاعب مثله تماماً. توقف. ماما توقفت سيارتي. والآن ستعود إلى هنا. في خدمتك دائما سيدتي. شكرا لك. ألم تستحمي للتو يا فلورا؟ لا، على الآخرين أن يستحموا، يجب أن يكون الجميع نظيفا وإلا لن نربح الجائزة. من التالي؟ هيا يا رينجو، لا تخف أيها الجبان الصغير. انظر من أحضرت يا بني، كل هؤلاء. يا إلهي، لن نتم العمل هكذا، فهذا الحوض صغير جدا. صحيح، نحتاج إلى حوض أكبر، لكن أين نجد واحدا؟ أظن أنني أعرف الجواب يا ريكو. ما الذي أراه؟ بعد كل هذا العمل الشاق. هل أنت جائعة أيضا؟ تفضلي، أنا متأكد أن سيدي لن يمانع. ستصل الطبيبة بيكيتي من مدينة السلام في أي لحظة يا بيكلر. سيدي، إن رفسة عنقك ملتوية. لا، هذا سيء، يجب ألا أظهر هكذا أمام الطبيبة بيكيتي، وإلا قل وداعا للجائزة. أتسمح؟ وأنت عليك أن تسرح شعرك أيضا كي لا توجه إلينا أي انتقاد. نعم بالتأكيد سيدي المحافظ. كيف أبدو الآن يا سيدي؟ ممتاز، كل شيء على ما يرام، لم أعد خائفا. يسار در. إلى اليسار أيتها الحيوانات. سأخذ قيلولة صغيرة. الحديقة مغلقة من أجل التنظيف. حسناً. جيد، أصبح كل شيء نظيفاً ولامعاً. حمامة زائرة، تفضلي يا حلوة.
هل ستغنين لي أغنية بصوت يرن كالجرس؟ فقط إذا أخبرتني كيف أجد ابن أخي أيها المحترم. هذه الحمامة ليست سيدة وهي تتكلم. جيد، أنت نظيف، والآن استعد كي أجففك. سيكون الجميع نظيفا قبل وصول الطبيبة بيكيتي. أتساءل ما الذي يفعله المارد الآن؟ سلادودل. يا أصدقاء، لن تصدقوا أبدا ما الذي حدث معي منذ قليل. هذا كثير جدا. لن تجد شيئا يا سيدة بيكيتي المحترمة، فمدينتنا نظيفة كالمرآة. أريد رؤية حديقة الحيوان. لا لا أظن أنهم أنهوا تنظيفها بعد. المعذرة. إن معدة معاوني تقرقر فقط. أقترح أن نأخذ استراحة قصيرة. أنا لست جائعة شكرا، لنذهب. ألا تريدين التفتيش على نظافة الأطباق والسكاكين في مطعم محطتنا؟ بلى، سأفعل هذا، هيا بنا. ممتاز، هذا مدهش، تبدون رائعين. يمكنك أن تفتح أبواب الحديقة يا ريكو. وفي الوقت المناسب ستصل الطبيبة بيكيتي إلى الحديقة قريبا. إذن لنتفقد سالادودل، قد يحتاج المعونة. تورو تورو تورو. لا، أنا في مأزق كبير، إن سيدي باني قادم ولم أنجز شيئا مما طلبه. ما كل هذه الفوضى؟ أنا أكلت جوز الهندي كله؟ سامحني يا سيدي، يا من تملك قلبا كبيرا بحجم أذنيك. سالادودل، وتتحلى بصبر أطول من خرطومك. سالادودل، سيكون خطأك إذا خسرنا المسابقة. هذا صحيح، إنه خطأي، أنا آسف يا سيدي. لا بأس، أنا سأتولى أمر الكنز، لا يزال بإمكاننا النجاح. أتساعدني يا ريكو؟ بالتأكيد يا بني. أهلاً أيتها الطبيبة، إنه لشرف كبير لي. إذن هذه حديقة الحيوان؟ لا، فات الأوان. نعم، هذه الحديقة فخرنا وفرحنا. إن لم تكن نظيفة فلن تحصل على اللقب أبداً أيها المحافظ. نحتاج إلى معجزة كي ننجو. عبدي لزيز. لا لا، كانت هكذا. عبدي لزوز. لا، ليست هذه أيضاً. ماذا تفعل؟ أحاول تذكر بعض الكلمات. أهي تعويذة للتنظيف؟ رائع. عسو باسا سحقا. لما لا أستطيع تذكرها؟ اهدأ الآن، أنت متوتر جدا. ولكنني لا أستطيع هذا. سأعلمك كيف تهدأ يا صغير، افعل ما أفعله فقط. والآن نغمض أعيننا ونخفض رؤوسنا. ماذا؟ هل تشعر بشيء؟ نعم، أستطيع أن استمر في التركيز يا سالادودل. أبرا كدابرا. أبرا كدابرا.
أبو لبير، أبو لبو، ستشع ممرات الحديقة كالنور. مذهل. أوه يا إلهي. هذا رائع. أوه لا أصدق هذا. ما هذا الجمال؟ لقد نجحت. هذا عمل ابن أخي. كنت أعلم أنك ستفعلها. عمي سلدادل. سلدادل، أخيرا وجدتك. أنا فخور بك كثيرا. فجأة تذكرت كل شيء يا عمي، لكنني أشعر بالتعب. هذا أمر طبيعي أيها الشقي. ماذا حدث لسلدودل؟ لا يزال سلدودل صغيرا ويحتاج إلى الكثير من النوم. فهمت. أنا متأكد من أن ابن أخي سيزوركم مجددا. سيكون محل ترحيب كبير. شكرا جزيلا. وداعا. لقد اختفيا. هذا مؤسف. أرجو أن يعودا يوما ما. رائع، مدهش. انظر هناك، إنها الطبيبة بيكيتي. إنها نظيفة ومرتبة. ها هو ذا بيني يا سيدتي. مرحبا. أحسنت يا بيني، لقد قمت بعمل رائع. لابد أنك الفيل الذي يجب أن نشكره على هذا. لا أبدا أيتها الطبيبة، لست المسؤول عن هذا، إنه صديقي مارد القارورة. مارد؟ حقا؟ دعابة لطيفة. هل ستحصل مدينتنا على نقاط أكثر من مدينة سلام؟ نقاط أكثر؟ لا يا عزيزتي، بل ستحصل على النقاط كلها. يسرني أن أعلن الآن أن مدينة الربيع هي أجمل مدينة في البلاد. آنسة كارلا، دوني ما يلي. لم يشك المحافظ في نظافة الحديقة ويعد بمضاعفة ميزانية الإطعام. فازت مدينتنا. هذا ببساطة تورو. وماذا عن فوكو؟ هذا ليس عدلا. نسيت تلك المرأة تفتيش منزلي. لا تنزعج، لا تنزعج يا كوكو. اهدأ، اهدأ وركز فقط. أبرا كدابرا. يا للسخافة، لن يفيدني هذا. علي أن أطلق غضبي وحسب. هكذا هكذا. أنا أشعر بتحسن الآن. وداعاً.